عسلامة، مرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. غساتنا لليوم حسوا بالكعابر بنا نودكم ومن شهيكم متاع وقت توا متاع البرد متاع الجريب. دونك تابعوني شوفوا مع بعضنا طريقه التحضير. اول حاجه لهنا باش نبداو بها بسم الله. خديت 250 غرام لحم مفروم، لهنا تنجموا تستعملوا تكتفيوا حتى ب 100 غرام كهوا، خاطر انا خبيت شطرها من المره اخرى. دونك شفوحوها بالملح، مغرفه صغيره فلفل اكحل، مغرفه صغيره تابل وكرويه، 4 سنين ثوم مرحيين، النعناع الشايح، مغرفه صغيره كليلو زعتر، مغرفه صغيره كركم، وباش نزيدوا بطبيعه الهروس اذا كان عندكم، اذا كان ما عندكمش تنجموا ما تزيدوش، اما هو راهو يبنن على الاخر. دونك نخلطوا المكونات الكل بالكدا بالكدا مع اللحم مفروم، نحاولوا ندخلوا الفحات الكل بالبهي في اللحم. توا بعد ما كملنا باش نكعبروا، باش نعملوا هنا كعبيرات صغار، مش كيما اللي نطيبوا بها المقرونه والا اللوبيا، باش تكون اصغر من العاده. وتوا كملنا كما تشوفوا ما شاء الله طيحوا الخير والبركه، باش نقسمهم على مرتين. ناخذوا ساشي دو كونجيلاسيون ونحطوا فيها الكعابر اللي باش نخبيوهم، والا كان تحبوا تقليوهم في الزيت بنادق معناها وتخبيوهم في زيتهم البرا مش في الفريجيدير. هلا توا باش نبداو في تحضير الحسو. باش نحطو بسم الله هنا، باش نخلط بشويه زيت النباتي وزيت زيتونه، خاطر زيت زيتونه توا قوي شويه، ما تعرفوا توا الزيت الجديد تاع وقته يبدا قوي شويه. دونك خلطتو باش نقلي فيه الكعابر. اول حاجه نبداو بها هي تقليت الكعابر. نقلبوهم شوية توا، باش نزيدوهم مقدار كاس ماء من الأول، ما نحركوهمش بالكل كي نحطوهما. توا باش نزيد معهم مقدار راس بصل فرمتو بالماء متاعو حطيتو، يبنن على الأخر الحسو. نخليوهم يغليو شوية باش نزيدو باقي الفحات. فوالا باش نزيدو مغرفة نتاع ماكلة طماطم كونسونطخي، ما نكثروش من الطماطم. نزيدو معاهم 3 سنات ثوم مرحيين، هريسة عربي، فلفل أحمر، تابلو كروية، فلفل أكحل مغرفة صغيرة، والملح. قد ما تحرحرها قد ما تجي تهبل سيرتو للقريب. نخليو المكونات الكل تتقلى شوية مع بعضها. وتوا باش نمرقوها بالماء السخون. نخليوها لين تغلي ويتيبوا الكعابر متاع اللحم مفروم. توا باش نحضروا الباز متاع الحسو، المكون الرئيسي. باش ناخذ 3 مغارف فارينة عليهم شطر كاس ماء عادي بارد ماهوش سخون، ونحلوهم بالكدا بالكدا. الطريقه التقليديه التقليديه نتاع الحسو قبل معناها الزمني، كانوا يعملوا عجينه ويخليوها تخمر حتى تسيبك الخميره القروسيه نتاعها، وبعد يحلوها في الماء
وزيدوها في الحسو. بون توا مزروبين ما عادش كيما قبل بريسي نخدمو الكل، دونك حضروا فارينا سور بلاص حلوها في شويه ماء بالكدا بالكدا وصفيوها على الكعاب، نخليوها ديب ما تغلي بطبيعة مع التحريك. ردوا بالكم راهي تكعبر، تحرك هكا فيسع فيسع ديب ما تصفيها في السوب. بعد ما تغلي شويه باش نزيدوا الليمون اللي زيدها ما نحكي لكم، شفف البر العبيد الكبار بنه اخرى. وبالطبيعة لهنا حطيت برشا نعناع شايح هكا كما تشوفوا، بالحقيقه بنه نودكم وما نشهيكم، لازم تجربوها سورتو هكا في اللي تا غريب وفي البرد هكا تدفي على الاخر بيه بيه بالقدا. ولا توا ديب ما نعطيوها غلوه صغيره ومش نطفيو عليها. فوالا هذا الحسو نتاعنا حضر ما شاء الله، كما تشوفوا الكعابر نتاعنا مريقلين متحلوش. ان شاء الله تكون عجبتكم غصيتي لليوم، ما تنسيوش كالعاده لايك على الفيديو، ابوني على شين يوتيوب، نستنى لي كومونتير. مرحبا بكم الناس الكل وصحه وبالشفاء.